إلى الجزائر الآن، حيث دعا الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى تحقيق ما وصفه بتغيير تدريجي عبر الحوار حول انتخابات الرئاسة. الوقوف على تطورات الحراك الجزائري المنادي برحيل كل رموز نظام بوتفليقة، نذهب مباشرة إلى الجزائر العاصمة مع نافذتنا اليومية هناك والزميل كمال علواني. كمال، أهلا بكم إلى هذه النافذة المفتوحة على تطورات المشهد الجزائري من العاصمة الجزائرية، لنقف عند محتوى الخطاب الذي ألقاه الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي دعا إلى حوار من حول انتخابات الرئاسة المنتظرة بعد شهرين من الآن، في الوقت الذي يصر فيه المحتجون في الشارع على ضرورة القطع نهائيا مع نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واجتثاث كل رموزه. في ذات الوقت حث الرئيس الجزائري المؤقت مكونات الطبقة السياسية في الجزائر إلى التعبئة من أجل تحقيق ما أسماه التغيير التدريجي الذي يطالب به الشعب، بما يكفل تحقيق مطالبه المشروعة ويضمن الانتقال السلس لمقاليد الحكم. تصدع كبير ضرب رجال نظام بوتفليقة بعد سلسلة الاعتقالات الأخيرة التي طالت أبرز رموزه المتمثلة في شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة والمنسق الأمني الجنرال طرطاق والجنرال توفيق، مما يفسر أن مطالب الحراك الشعبي تتماشى مع دعم المؤسسة العسكرية. الحراك الشعبي يريد محاسبة السعيد بوتفليقة وطرطاق والجنرال توفيق، لأن محاسبتهم أولا هي الخيانة العظمى للجزائر، ونحن لدينا الثقة الكاملة في الجيش الوطني الشعبي يعني القضاء الجزائري. تسارع الأحداث في البلاد دفع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش للخروج عن صمته، مؤكدا أن الحل يكمن في التجاوب بين الشعب والجيش. من جانبه دعا رئيس حزب جيل جديد سفيان جلالي الحراك الشعبي للخروج بحل سياسي يعبر بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار برموز وطنية ذات مصداقية في الشارع الجزائري. نعتبروها خطوة إيجابية بصح هي تكون نصف خطوة، لازم تولي خطوة كاملة. نهار نشوفوا واش حكموا عليهم وتخرج كاع للعلن، مادام ما خرجتش للعلن ما نقدروش نقولوا، نهار نشوفوهم باللي تحكموا صح تماك باللي نقولوا خطوة إيجابية. انتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو كانت محور رسالة رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي أكد تمسكه بإجرائها رغم الرفض الشعبي الكبير، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة الحوار والتشاور بين جميع الجزائريين. يبقى الجدل قائما حول إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بين موقفين، موقف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والملتزم بها، وأيضا الموقف الآخر للحراك الشعبي الرافض لإجرائها والمطالب بمرحلة انتقالية بوجوه جديدة. صلاح الدين مقعاش، العربي، الجزائر. وللمزيد حول تطورات المشهد الجزائري ينضم إلينا مراسلنا حسام تكالي. تفضل حسام. نعم، شكرا لك كمال. يمكن القول بأن اليوم الأول من شهر رمضان كان هادئا في الجزائر. شوارع الجزائر العاصمة لم تشهد أي وقفات، أي تظاهرات، أي احتجاجات على غير العادة، لكن هنالك دعوات لخروج الطلاب غدا، طلاب الجامعات، في مسيرة مناهضة للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ومناهضة أيضا لجميع وجوه النظام. في تفاعلات المشهد السياسي هنالك ردود فعل أو تفاعل مع خطاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي ألقاه أمس عشية الفاتح من رمضان، ودعا إلى
جولة ثانية من الحوار ومن التشاور بين الطبقة السياسية. هنالك تفاعل سلبي حيث رفضت الأحزاب على الأقل التي أبرزت مواقفها اليوم، رفضت المشاركة في هذه الندوة الثانية. جبهة القوى الاشتراكية المعروف اختصارا بالأففاس، وهو أحد أحزاب أو أقدم أحزاب السلطة في الجزائر، قال بأن الحوار لا يمكن مع أشخاص يعني يرفضها الشارع الجزائري. نفس الموقف كان عليه الشيخ عبد الله جاب الله، وفي انتظار طبعا باقي احزاب الاحزاب السياسيه في الجزائر. واليك كمال. شكرا حسام. وللمزيد يسعدني ان استضيف معي الاستاذ عبد المجيد الغريب الاعلامي والصحفي والكاتب، مرحبا بك. اذا اي قراءه يمكن ان نضعها لخطاب عبد القادر بن صالح يوم امس؟ في الحقيقه اغلبيه الجزائريين كانوا ينتظرون خطاب استقاله ومغادره، غير ان السيد بن صالح الرئيس المؤقت حاول أن يضع نفسه موضع الناصح، غير أن الجزائريين يعتبرونه من بقايا العهد البائد، ولذلك عليه المغادرة. والجزائريون لا يقبلون بالذين انتهكوا سيادته على مدار عقدين كاملين حتى يمارسوا وصاية ومحاولة إصلاح، لأن ذلك غير مجدي بالمرة. لأنه هناك من المراقبين من يقول أن مقابل سلسلة الاعتقالات التي حدثت المثيرة للجدل يوم أمس وإحالة السعيد بوتفليقة على المحاكمة، المقابل بالنسبة لقيادة الجيش هو أن نستمر في هذا الإطار الدستوري المؤدي مباشرة إلى انتخابات في تاريخها المحدد. لا أحد يريد الخروج عن الدستور، ولكن هذه المقايضة مرفوضة، لأن الإجابة السياسية أولى من هامش هو هامش المحاكمات. هؤلاء فسد البعض منهم أوغل في دماء الجزائريين، والبعض الآخر أوغل في مالهم وضيع مستقبلهم، لكن الإجابة السياسية هي لب الموضوع. الإجابة السياسية لن تعطى ولن تمنح للفسدة من العهد السابق، ليسوا ميسرين لخدمة المرحلة القادمة، الجزائريون لا يثقون فيهم بالتمام. عبد المجيد الغريب الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك، وبالعودة إلى استوديوهاتنا المركزية في لندن مع أمل وجمال.